جينا في لقاءاتنا طبعا قبل مباراة الأهلي والوداد، لكن معايا في هذه اللحظات لقاء أيضا هام جدا مع أحد نجوم مصر الكبار وأحد نجوم النادي الأهلي السابقين كابتن نادر السيد. كابتن نادر، برحب بيك في البداية على شاشة قناة الأهلي وهي بيتك أكيد، وبرحب بيك طبعا. وأكيد مباراة الأهلي والوداد مباراة مهمة ولا صوت يعلو فوق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، رؤيتك للمباراة دي شايفها؟ أكيد بطبيعة الحال يعني مباراة كبيرة جدا، والميزة الحقيقة دايما في طموح اللعيبة وطموح الفريق وطموح الكابتن حسام بدري إن هم ما بيكتفوش ببطولة، حتى مع رصيد البطولات الكبيرة اللي اتحققت في السنين اللي فاتت، إنما دايما استمرار ودايما الطموح اللي من خلال اللاعبين والجمهور كمان بيدي حافز كبير جدا للعيبة. وخد بالك يعني أنا متواجد هنا برضو للتوضيح، لأن في بعض الأقاويل وبعض الكلام اتقالت كتير الحقيقة وبعض الناس بتزايد بيها، ان انا متواجد قبل ما يكون مسانده للاهلي. وبعدين هي الحقيقه مش اعلان للمسانده، لانهم كلهم صحابنا واصدقائنا وعشنا مع بعض، ويعني انا مش اغرب عني ولا انا غريب عنهم. يعني ان انا عندي برنامج بقدمه في التلفزيون العربي، ولينا تغطيه برضو على المباراه بس قبل كواليس المباراه، وعشان كده كنت متواجد في تدريب الوداد. يعني فانا شايف ان الحقيقه ماتش مهم جدا، يعني تكمله للكلام، واعتقد ان شاء الله رصيد البطولات ورصيد الخبرات السابقه للاعبين وكابتن حسام هيكون دافع كبير جدا. مباراه الذهاب كان تعادل 1-1، شايف الفرص كده بقت اكبر بالنسبه لفريق الوداد ان هو يفوز باللقب، ولا لسه الفرص متساويه ما بين الاهلي والوداد؟ هي الوداد طبعا انت لو حطيت الكفتين هتلاقي في كفه فيها خبرات وفي نفس الوقت ممزوجه بالطموح، والوداد فقط عنده طموح. انما عشان من حكم بقى، وانا متواجد زي ما قلت لك في بدايه كلامي في التغطيه الخاصه بالقناه اللي احنا بنشتغل معاها، ان هم الوداد وجماهير الوداد عاملين حساب كبير جدا للفريق الاهلي وشخصيته، انه عارفين كويس قوي ان المباراه لسه ما انتهتش، يعني ما لسه 50-50 تقدر تقول، ويمكن بالعكس في بعض الناس بتقول ان فرصه الاهلي كمان اقوى، لان 1-1 مش معناها نهايه المباراه، 1-1 اتكررت. بالنسبه للجهاز الفني ولاعيبي الوداد ولا الجماهير؟ انا شايف بصراحه ان الجماهير بيحتفلوا يا كابتن نادر، لكن بالنسبه للجهاز الفني والوداد اكيد او اللاعبين ممكن يكون شايفين ان المباراه لسه ما خلصتش. لا لا، خد بالك ان ممكن الجماهير بتحتفل، يعني بتبين ان هم عندهم ثقه وان خلاص الكاس عندهم، يعني انما لا هم عارفين كويس قوي. انا يعني كنت امبارح في لقاء في محطه اذاعيه من اكبر المحطات الاذاعيه هنا، او اكبر محطه اذاعيه اسمها راديو مارس، والمستمعين والناس لما بيتكلموا والتحليل الفني بشكل عام مدين حجم كبير جدا، اللي هو الحجم الطبيعي للنادي الاهلي وحجم الطبيعي للفريق. يعني فلا بالعكس، هم لسه مش متاكدين، ومش يعني ما تقدرش تقول ان هم خلاص الموضوع بالنسبه لهم محسوم. يعني توقعاتك بقى المباراه او تمنياتك اكيد كلنا عارفينها، لكن توقعاتك شايفها ازاي للمباراه دي؟ توقعات المباراه انا يعني انا شايف مش توقعات قد ما هو ان انا عارف كويس قوي ايه اللي بيدور جوه الفريق وجوه حتى فريق الوداد. يعني المباراه هتتحسم بشخصيه اللاعبين وشخصيه الفريق بشكل عام، انما اتوقع ان المباراه مش هتكون فيها اهداف كثيره، انما المباراه ممكن تنتهي 1-0، 1-1 ضربه جزاء، 2-1 للاهلي، انما المباراه هتبقى تكتيكيا مقفوله قوي، فبطبيعه الحال هتبقى النتيجه يعني، او نتيجه المباراه مش هتبقى نتيجه كبيره. يعني اخيرا بس استغل فرصه وجودك معايا، غيابات اللي في النادي الاهلي علي معلول، حسام عاشور، صالح جمعه، ممكن ياثروا في مباراه زي دي؟ ياثروا، يعني مع احترامي الكامل طبعا للتعويضات اللي ممكن كابتن حسام يعملها في الفريق، انما علي معلول يعني حتى تاثيره كان واضح جدا في المباراه اللي فاتت، ده ما بتقللش ابدا من حسين سيد او من صبر رحيل على حسب الدفع بالنسبه للكابتن حسام. حسام عاشور بخبرته الكبيره جدا، صالح طبعا لاعب مميز جدا وليه تاثيره برضو، انما لو احنا بنتكلم على اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا في البطولات اللي فاتت او في المباراه اللي فاتت قصدي، علي معلول
كان عامل حاسم مهم جدا في مباراه الترجي ومباراه النجم الساحلي. ان شاء الله حسين او صبري يدخلوا في المباراه بشكل قوي بشكل سريع، يعني ما ياخدوش وقت على بال ما يتاقلموا ويرجعوا تاني لفورمه المباريات، وانما ان شاء الله الغيابات يقدر كابتن حسام يعوضها يعني. شكرا كابتن هدرف. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن نادر السيد، احد النجوم الكبار في تاريخ الكره المصريه وايضا في النادي الاهلي. ايا كان مين اللي هيشارك من لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله كلهم قادرين ان هم يفوزوا بهذا اللقب الافريقي الهام، وطبعا ارسال فرحه كبيره جدا لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان.